السلام عليكم صف الرابع الإعدادي. اليوم درسنا الوحدة الأولى الأسئلة غير مباشرة Direct Questions، وهو المواضيع المهمة وهو امتداد لصف الخامس الإعدادي وصف السادس في كتاب الطالب صفحة 10 اسمه Asking for Information، اسأل للمعلومات. طبعا هو السؤال غير مباشر، هو نستخدمه في صف الرابع للكلام بطريقة أكثر أدبا، راح نستخدم طريقتين، could you tell me أن تستطيع إخبار أو can you tell me، اثنين صحيحات. الأفضل طبعا could you tell me، لاحظ راح نستخدم هاي العبارة could you tell me أو can you tell me، هيهم نفس العبارة could you tell me أو can you tell me. could you tell me، إحنا السؤال عندنا طريقتين، يا أما السؤال مبدوء بدأ السؤال يا أما مبدوء بالفعل. مبدوء بالسؤال هيهم العبارة تنزل could you tell me، نجيب أداة السؤال خليها. إذا عدنا do و does، عدنا do و does تحذف ونبدأ بالفعل. هسه do تحذف تبدأ بالفعل، نخلي الفعل. لحظة do you have can you الثاني هاي where is، عدنا where خليها نفسها. نبدأ بالفعل ثم الفعل، الشيء اللي لازم تعرفه تبدأ بالفعل ثم الفعل، فاعل ثم الفعل. do does تحذف، شوف how much does could you tell me ثابتة، how much تنزل، does تحذفها تبدأ بيت. لكن إذا عندك does خلي للفعل s في حالة، يعني إذا عندنا do does تحذف بس فقط مع does نخلي s الشخص الثالث، s الشخص الثالث. موضوع جدا جدا سهل وما يراد له شيء، موضوع جدا سهل وما يراد لشيء. لاحظ راح نبي نشرح indirect question. we use indirect question when you don't know someone well، عندما لا نعرف شخص بشكل جيد، او or you want to be very polite، او عندما نكون اكثر ادبا، نريد نكون اكثر ادبا. تبدا الجمله بعباره اكثر ادبا، لو could لو كان you tell me، ابدأ بكود أو كان يو تيل مي. نجي القاعدة الأولى، إذا الجملة مبدوءة بفعل مساعد، إذا الجملة مبدوءة بفعل مساعد راح نخلي كان يو تيل مي ثابتة. بعدين نجيب كلمة إف، هاي إذا مبدوءة بفعل وراها الفاعل وراها الفعل، الفعل نخليه لأيس الشخص الثالث إذا كان عندنا، هي شي ات، يعني مفرد. اذا كان عندنا مفرد نخلي الفعل اس الشخص. is he writing english، يقول لك indirect سوي باش. could you tell me ثابت، عندنا مبدوء فعل نخلي اف، واضح. نوبه نبدا بالفعل، يعني نقدم الفاعل الفعل حتى يصير كلام غير مباشر، جبنا هي ونكمل. لاحظ يعني الفاعل يسبق الفعل. عندنا do you travel، can you tell me ثابتة، if تنزل لأن عندنا فعل مساعد. do تحذف، نجيب الفاعل ثم الفعل، you travel to Egypt ونخليها مثلا، does she travel to Egypt. could you tell me ثابتة، مبدوء الفعل نخلي if، نحذف does نجيب she، بس نحذف does وعندنا صار she، إذا يجب ما طول she وهي it لازم نخلي is الشخص الثالث للفعل. ممكن ملاحظات عندنا مهمة، إذا وجدنا في السؤال الأفعال do does نحذف الأفعال do does ونضع s للفعل does، يعني من أكو does. لاحظ does he write French، can you tell me ثابتة، does أحذف أخليه وخلي للفعل s. لاحظوا do you write French، can you tell me ثابتة، if أخليها هم ثابتة، do أطيرها وكمل you write English، يعني do يبقى الفعل على حاله، does أغيره. واحد are they reading English، could you tell me ثابتة، مبدوء الفعل أخلي if، بس هنا ما عندي do does بس أقدم الفاعل على الفعل، صير they are، they are وهكذا. نجي الحالة الثانية، إذا الجملة مبدوءة بسؤال هم كان يو تيل مي ثابتة ومكان اف نخلي وات والبقية نفس الشيء،
والبقية نفسي هم فاعل والفعل بيس. لاحظ how much does it cost, how much does it cost. could you tell me ثابتة. how much الأداة نزلناها, does نحذفها قلنا ونجيب الفاعل ونخلي اس الشخص الثالث ينحذفنا does. what do you read, can you tell me ثابتة. what ننزلها, do تحذف, you read نكمل, احنا ما عندنا does. لكن what does he read, لاحظ can you tell me ثابتة. what ننزلها مكان الاف, does تحذف, عندنا هي نخلي اس الشخص الثالث. سهل, هي المشكلة بدو داز, بس الداز تخلي الاس. لاحظ جمل خمسة عليك انت تحلهم عزيز الطالب. are my parents fine, how many people are there at the meeting, what time is it, what do you mean, هذا واجبك. do they close the meeting, طبق القاعدة مبدوء الفعل خلي اف والفاعل تكملة. عندك دو داز احذف الدو داز وجيب الفاعل والفعل, بس داز خليها اس الشخص الثالث للفعل, اس الشخص الثالث للفعل, هاي فقط لا اكثر ولا اقل. عندنا صفحه 12 تمرين, هو هذا كتاب النشاط. do you have a football pitch, لاحظوا حاله. could you tell me ثابته تنزل. عندنا do اذا اف نحذف الدو ونكمل you have, ماس نخلي علامه استفهام. where is the cafe, can you tell me او could you tell me بكيفك. Where بس تقدم الفاعل الفعل, بس تقدم الفاعل الفعل. How large أهم كذا, could you tell me ثابتة, بس أقدم the classes are الفعل. نجي هنا can you tell me what extra, شوف لاحظ what extra, can you tell me ثابتة, what extra, هاي كلها activity, هاي كلها الأداة. الحد do, do تحذف, أجيب you over. ليه نفرض هنا عندنا does he over, does نفرض هسه هاي تشانس, هاي لك نفرض هاي تشانس. سؤال what activities does he offer, شو راح يصير جواب سهل, يصير can you or could you tell me, هاي ثابتة. what تنزل, extra تنزل, activities تنزل, تنزل تنزل, وبعدين شو نسوي, وصلنا does, does تحذف اخليه وراها, بس اخلي للفعل s, اخلي للفعل s لان عندي does, هذا الفرق بيناتي وعلامة استفهام. موضوع جدا سهل, لا تنسى الواجب مالك, لا تنسى الواجب مالك, هذا واجبك الخمس جمل. من الخير وفقي طلابنا الأعزاء.